بالعهد القديم والعهد الجديد الكتاب المقدس بخبرنا كيف الله بيختار الإنسان. موسى اللي بيتقتق هو الشخص اللي رح يقود شعبه نحو الحرية. إيليا الخيفان وقاعد بمغارة هو الشخص اللي رح يواجه الملك والملكة. بالعهد الجديد بطرس اللي نكر يسوع 3 مرات رح يقول له الرب ارعى خرافي. معكم خبر كيف بالكتاب المقدس الله بيختار الإنسان؟ نحن كلنا منختار بحسب الشكل الأقوى والأعظم والأحلى. الله بسفر صموئيل الأول بيقول له للنبي أنتوا بتختاروا بحسب الشكل بينما أنا بختار بحسب القلب. كرمال هيك ما تخاف من ضعفك، ما تخاف من جروحاتك. الله ما عم بفتش على قوتك، الله عم بفتش على قلبك. لكل أسئلتكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبهالطريقة بيبقى الخبر معكم.